متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي باتت تشير إلى وجود حزم كبيرة من السحب الممطرة في المناطق تقريبا الشمالية من المدينة المنورة وأجزاء أيضا من مناطق حائل، وتمتد هذه السحب كما نلاحظ إلى أيضا أجزاء من المناطق الشمالية والحدود الشمالية من المملكة. هذه السحب كان معها بعض وتخللها بعض السحب الممطرة، في حين إذا أخذنا النظر أكثر إلى مناطق السواحل الغربية للمدينة المنورة نلاحظ التخريجات البحرية والسحب الرعدية التي تنتقل من داخل البحر الأحمر باتجاه منطقة ينبع. هذه الليلة متوقع هذه السواحل أن تشهد زخات رعدية غزيرة من الأمطار في تلك المناطق، ويتوقع أيضا لاحقا أن تمتد إلى بعض المناطق الأخرى. في أجزاء أخرى من المملكة تعرضت إلى أتربة مثارة خاصة في القطاع الأوسط والشرقي من المملكة نتيجة لنشاط في سرعة الرياح وأثارت الأتربة والرمال في عموم هذه المناطق. دعونا الآن نستعرض آخر توقعات وأحدث توقعات النمذجة الحاسوبية لمحاكاة توقعات الأمطار في المملكة خلال ما تبقى من هذه الحالة المطرية. إذن الآن كما نلاحظ وجود في هذه الساعة حزام من الأمطار الرعدية ممتد من أواسط البحر الأحمر مرورا في منطقة ينبع والسواحل الغربية للمدينة المنورة، شمال المدينة المنورة، المناطق الممتدة بين حائل والجوف وصولا إلى الحدود الشمالية. مع تقدم في ساعات الليل يتوقع أن تزداد هذه الأمطار غزارة على السواحل الغربية للمدينة بما فيها منطقة ينبع، ويبدأ هذا الحزام من الأمطار بالتحرك نحو الجنوب تدريجيا شيئا فشيئا. فدخولنا مع ساعات ما بعد منتصف الليل تصل الأمطار إلى أيضا أجزاء من منطقة رابغ، المدينة المنورة بحد ذاتها، أيضا حائل وإضافة إلى عرعر ورفحاء. وإن شاء الله مع ساعات صباح يوم السبت يتوقع أن تصل هذه الأمطار أيضا إلى مدينة جدة، والتي يتوقع أن تشهد مع ساعات صباح يوم غد زخات من الأمطار، ربما تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض المناطق، وتكون هذه الأمطار شاملة مناطق المدينة حائل ورفحاء شمالا، ويستمر امتداد هذا الحزام الممطر إلى الجنوب والجنوب الشرقي بشكل تدريجي، لكنه سيضعف بشكل عام خلال ساعات نهار يوم غد. فكما نلاحظ غدا يتوقع أن يتشتت هذا الحزام الممطر، تبقى فرص أمطار موجودة في بعض مرتفعات مكة، أجزاء من المدينة، أجزاء ما بين القصيم وحائل، وحتى وصول إلى أجزاء من حفر الباطن وبعض المناطق الشمالية الشرقية من المملكة خلال ساعات نهار يوم غد، ويتراجع هذا الحزام ويتلاشى تدريجيا كلما تقدمنا في الوقت نهار يوم غد. على الجانب الآخر، من المتوقع غدا أن تنشط سرعة الرياح في العديد من المناطق، وبالتالي ربما تثار بعض الأتربة والرمال. هذا ما نلحظه على خرائط توقعات الرياح السطحية، وتشير إلى المناطق تقريبا الشمالية الشرقية والقطاع الشرقي والأوسط من المملكة هناك نشاط في سرعة الرياح الجنوبية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال وانتقالها شمالا باتجاه حفر الباطن والحدود الشمالية من المملكة. ولكن كما سنلاحظ مع ساعات نهار يوم غد هناك يعني جبهة هوائية تتقدم من المناطق الشمالية الغربية، ستؤدي إلى تحرك حزم من الغبار وموجات غبارية إلى العاصمة الرياض، وتصل مع ساعات السبت على الأحد تتزامن ويتزامن ذلك أيضا مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة في عموم المملكة بما فيها العاصمة الرياض ليلة السبت على الأحد. عودة إلى الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض، طبعا الأجواء مستقرة عموما، الأجواء صافية، درجة حرارة 16 درجة مئوية، ولكن كما ذكرنا العديد من المناطق مع ساعات هذه الليلة يتوقع أن تشهد زخات من الأمطار الرعدية. أما نهار يوم غد فسنستعرض الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة والصغرى في مدن المملكة، ونبدأها شمالا من عرعر، تكون في إسكاكا عفوا 23 إلى 10، في عرعر من 24 إلى 9 درجات مئوية، وفي تبوك من 21 إلى 8 درجات مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون جدا من 31 إلى 23 مع فرص جيدة إن شاء الله لأمطار رعدية في ساعات الصباح على وجه التحديد. في المدينة المنورة كذلك الأمر من 27 إلى 18، مرتفعات مكة إذا متوقع عليها بعض الزخات من الأمطار العظمى من 34 إلى 22، كذلك الأمر هو في الطائف من 24 إلى 14 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية الغربية تكون أكثر استقرارا في أبها من 24 إلى 11، في الباحة من 23 إلى 16، وفي جازان من 31 إلى 27 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية في الإحساء أجواء مغبرة غدا 29 إلى 18، في الدمام من 29 إلى 21، وأجواء مغبرة أيضا في حفر الباطن كما أشرنا، تكون العظمى من 32 والصغرى 16 درجة مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى من المملكة في العاصمة الرياض من 30 إلى 16، ولكن هناك توقع بوجود غبار في
في ساعات الليل. في القصيم أجواء مغبرة من 31 إلى 15 وأمطار رعدية محتملة في حائل غدا نهارا من 21 إلى 9 درجات مئوية بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى توقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة، أيضا في الرياض يوم السبت من 30 إلى 16، 27 إلى 13 يوم الأحد، ونلاحظ تراجع درجات الحرارة الصغرى في العاصمة الرياض إلى 13 درجة مئوية يوم الاثنين ليلا، 12 درجة مئوية في ساعات الليل و24 في ساعات النهار. تميل الأجواء في العاصمة الرياض للبرودة، ويستدعى استخدام وسائل التدفئة في بعض المناطق الشمالية ولبس الملابس الثقيلة وشتوية في المناطق الشمالية من المملكة. قبل الختام، بعض التوصيات الهامة بشأن الأحوال الجوية السائدة في المملكة، وهو في ضرورة الانتباه من عدم التواجد في الأودية والمناطق المنخفضة والشعاب نتيجة هذه الزخات من الأمطار المتوقعة. الأمر الآخر هو الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق إثر الزخات الرعدية الغزيرة، وأخيرا الانتباه من مخاطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجات الغبار المتوقعة في مناطق عدة في المملكة نهارا يوم غد. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.